على ظهر كلها أمين. اليوم الذكرى 40 للمرحوم أيمن نبيل فؤاد، والذكرى السنوية للمرحوم عزيز بسكال، والمرحوم مجدي كامل معوض، والمرحوم جورج مرقص، والمرحوم جمال حنة، والمرحوم وديع جابر، وللمرحومة ميري سلامة، والمرحومة كريستينا سمير فوزي، والمرحومة سلوى سمير. نطلب ليهم نياحة لنفسهم وأعزاء الأسرة. وأيضا ذكرى السنوية للمرحومة ديميانا بولس. نطلب نياحة للجميع في فردوس النعيم. النهاردة 20 يوليو 13 أبيب، الذكرى 18 لانتقال طيب الذكر أبونا المتنيح القمص بطرس جيد، اللي خدم في الكنيسة هنا أكثر من ربع قرن، وخدمته كانت منذ نشأته، منذ أن هو درس بالكلية الكليركية وابتدى يخدم خدمة قرية وابتدى يخدم قواعظ في كل أبرشيات الجمهورية. يمكن البداية بتاعت أبونا بطرس جيد كانت بركة وجوده مع أخوه الأصغر البابا شنودة، وما نستغربش لو قلت لكم أن الأخ الأكبر تتلمذ على الأخ الأصغر، لأن البابا شنودة كان من صغره متقدم جدا في روحياته وفي عمق تفكيره. الاثنين احب ربنا والاثنين اتجهوا للخدمه. ابتدى ابونا بطرس جيد يفكر في التكريس ايام ما حد ما كانش يسمع ان في حاجه اسمها خدمه من اساسه، وصمم انه يدخل الكليه الكليريكيه. ولما اخوه الاكبر قال له يا ابني احنا ما سمعناش عن حاجه اسمها كليريكيه، ما كانش في حاجه، كانت الخدمه مش معروفه في ذلك الوقت، صمم وساب له ورقة اللغة العربية فاضية في امتحان البكالوريا، فعرف ان هو مصمم على هذا الاتجاه. ولما نجح فيها فيما بعد دخل الكلية الكليريكية، كانت في مهمشة في ذلك الوقت، وكان جيل موجود معاه من العظماء الآباء، كان معاه أبونا عبد المسيح توفيلس النخيلي. كلكم عارفين كتاب وضوح الرؤية في تفسير سفر الرؤية، من الكتب الرائعة جدا. أبونا عبد المسيح النخيلي ده كان زميل لي، وكان معاهم أبونا بولس باسيلي، وكان يسبقهم بسنة أعتقد بسنة الأنبا غريغوريوس المتنيح. كانوا مجموعة من الإخوة الأحباء الأقوياء في الروح، المحبين لربنا، محبين جدا للخدمة. وأبونا بطرس جيد بمجرد ما تخرج من الكليريكية ابتدى يجوب ربوع الصعيد، يفتتح حاجة اسمها مدارس قبطية أولية. ايه المدارس القبطية الأولية دي؟ كان القانون ساعتها يقول ان التعليم الإلزامي ان الواحد لازم يتعلم قراية وكتابة. دلوقتي التعليم الإلزامي كان لغاية ستة ابتدائي وبقى لغاية تالتة اعدادي، يعني لازم اي انسان يدخل مدرسة بالقانون لغاية تالتة اعدادي. فالتعليم الالزامي كان في ذلك الوقت ان كل واحد يتعلم قراية وكتابة، فكانت كترتيب تعلم قراية وكتابة وتحفظ قرآن ومفيش حاجة ابطية خالص. فابتدى هو يدخل القرى ويقول لهم نعمل مدرسة تعلم قراية وكتابة وحساب وتحفظ ألحان وتعلم إبطي وتشرح كتاب مقدس. وابتدى يلف في بلد بلد وفي قرية قرية بلا إمكانيات، والحالة الاقتصادية كانت طبعا تعبانة جدا، كان ناس فقرة وغلابة، يعني كان عامل الترحيل بياخد 3 تعريفة في اليوم قرش ونص، فمنين يجيبوا أرض ومنين ما يبنوا المدرسة، كانت بتبقى أوضة واحدة في ذلك الوقت، ومنين ما يجيبوا يبنوا
يبنوا أوضة، ومنين يعرشوا السقف، ومنين يجيبوا دكك أو حتى حصر العيال تقعد عليها. إنما هو بكل إيمان وثقة كان يدخل في كل بلد ويلم المسيحيين ويقعد معاهم ويحكي معاهم ويقنعهم إن إحنا لأجل أولادنا ولأجل سلامة تعليمهم إن إحنا نعمل هذا العمل. وكتب في ذلك الوقت كتاب اسمه مذكرات مفتش، لأنه بعد ما عمل المدارس دي ابتدى يرجع ويفتش عليها وابتدى يحكي ذكرياته على الأماكن ديت، وابتدى الخط يبان في هذه الذكريات انه محب جدا للفقراء. لان من ضمن القصص اللي كتبها انه مرة راح مدرسة من المدارس ديت ولقى ولد قاعد غلبان في عز الشتاء مش لابس الا لبس خفيف جدا، فتأثر وخرج وراح دور يجيب له بلوفر ورجع تاني يوم يدور على الولد ما لقاهوش. فحزن وميل على المدرس، قال له كان في ولد هنا امبارح قاعد لابس لبس خفيف قوي ما جاش ليه النهارده؟ قال له لا اهو، شاور له عليه. فاستغرب لقى الولد لابس بلوفر، قال له جابه منين؟ قال له زميله امبارح بعد ما حضرتك خرجت شاف الواد قاعد بيترعش فراح قلع، كان لابس بلوفرين عشان الدنيا برد، فراح قلع منهم بلوفر واداله البلوفر بتاعه ونفذ وصية السيد المسيح: من له ثوبان فليعطي من ليس له. فعني كانت محبة للخدمة وكان محب جدا للغة القبطية ومحب للفقراء واهتم جدا بالعطاء واهتم جدا ب يعني كل قصصه في خدمته في خدمة القرية كانت لازم تلاقوا لمحة عن العطاء والفقر. وكان أستاذ في الوعظ وكان بيدرس علم الوعظ في الكليريكية، وكان وعظاته محبوبة مؤثرة قوية، والناس لغاية دلوقتي تفتكر عظاته بكلمات معينة ليها، يعني ليها عظات معروفة. إن شاء الله هنزل لكم كل العظات ديت بتتوضب اليومين دول وتنزل لكم قريب. كل عظة ليها مفتاح وليها حاجة توصل لقلوب. وكان ناس كتير قوي في نهاية الوعظة تيجي تقول أنا الكلمة الفلانية دي يا أبونا أثرت فيا وأنا هتغير وأنا أعمل. وما كانش يختلف مع حد، يعني قصة نشأة لجنة البر انه كان في الكنيسة هنا هوت، وبعدين كان واحد غلبان وقال له يا ابونا انا محتاج كذا، فبعته للمسؤول عن الخدمة الاجتماعية. كان فكر الخدمة الاجتماعية والعطاء مش زي اليومين دول، فبعته للمسؤول عن الخدمة الاجتماعية فمرضيش يديله، فبعته له تاني قال له ما اديتش للراجل الغلبان ده ليه؟ قال له اصل لازم يتعمل له بحث. قال له بصراحة انا زرته في البيت وشفت انه هو محتاج جدا، واعتبر زيارتي لي انها بحث من فضلك اديله. قال له انا ما باخدش اوامر من حد. طبعا ده كان شخص صغير، وابونا دوت كاهن كبير وكان ساعتها امه كنيسة وكان ليه سلطان وليه كلمة وكان اخو البطرك وبتاع، ما اسهل انه كان يمسك الاخ ده ويشده شدة جامدة. انما هو بلطفه ما يحبش يزعل حد، فهو محتار، الراجل قدامه بيبكي ومش عارف يجيب له فلوس. فوقف بعد العشية وقال يا جماعة بعد إذنكم عندنا راجل غلبان محتاج قرشين، فمن فضلكم هنوزع الطبق واللي يقدر يدفع حاجة دي عشان يديله الراجل غلبان. فلما وزعوا الطبق جاب المبلغ اللي الراجل محتاجه وحاجة عليه زيادة بسيطة. الاسبوع اللي بعديها قال له واحد سمع ان ابونا لف طبق علشان واحد غلبان، قال له يا ابونا انا مش لاقي اكل، عمل له مشروع ووزع طبق تاني وتالت ورابع، وابتدت الحكاية ان الفقر يجدوا فيه ابونا بطرس جيد قلب محب حنون على الفقراء جدا، فابتدوا يتوافدوا عليه من كل مكان.
وابتدت الست العذراء تبارك في هذا العمل، وابتدى هو يكون من كتر بقى الفقراء اللي جوله، ابتدى يجمع حواليه خدامه وخدمات، سماهم لجنة البر علشان يساعدوه في خدمة الفقراء، وابتدى يعمل حاجات كتيرة قوي. كل ما يشوف حد محتاج كان كل خدمته مبنية على احتياج الناس. يعني مرة كان واقف في كنيسة الزهور وجات له ست عيانة وبتعيط، فالتفت حواليه لقى جنبيه دكتور اللي هو بقى ابونا بشوي النهاردة، قال له يا دكتور ادخل اي اوضه وشوف على الست ديت. الاسبوع اللي بعديها اتنين تلاته اربعه خمسه اضطروا اوضه من الاوض كنيسه الزهور يعملوها عياده، بعد شويه العياده اتزحمت نقلوها في الفيلا اللي جنبيها، كان فيها حضانه وبيت مغتربات اللي هي كلها مستشفى، بقت دكاتره تيجي كل يوم جمعه وحد عشان يكشفوا على الفقراء، ثلاثة أربعة خمس ست دكاترة، بقت مستوصف، بقت مستشفى كبيرة. وكل ده جه ايه؟ بناء على ايه؟ واحدة قالت له يا ابونا انا عيانة وعايز حد يكشف عليا. فكان بيتعاطف جدا مع احتياجات الناس، ما يقدرش يقول لحد محتاج لا. وابتدى ناس تيجي ساعات ما تستحقش او تستحق بدرجة بسيطة، فمرة قالوا له لو تعمل ايه لو جالك واحد محتال؟ قال لهم ما اقدرش امنع الفلوس عن المحتاج خوفا لألا يكون محتال، ما اقدرش امنع عن المحتاجين لألا يندس وسطيهم المحتالين. والست العذراء كانت مدياله حكمة غير عادية، ان هو يشوف الناس ويديهم احتياجاتهم. كان يتحنن على الكل مهما كانت ضعفاته. مرة جات له إنسانة في سيرة غير لائقة ودخلت وقالت قدام كل الناس أنا بجيب فلوس إزاي، والناس اللي احتقروها، فقال لها بتعملي كده ليه يا بنتي؟ وبعدين قال لها كل ما تحتاجي فلوس تعاليني. فكانت كل ما تحتاج فلوس تيجي تاخد من الكنيسة في إيه، والأخوة موجودين متضايقين. لغاية في يوم من الأيام دخلت وقالت قدام الكل أنا عمري ما هرجع لأي حاجة وحشة، وأنا لما أبونا ابتدى يديني بانتظام وابتديت أعيش حياة حلوة كويسة كرهت الخطية وما أقدرش أرجع ليها. كان يبص للاحتياج مش للطلب، للاحتياج. يعني ما كانش يدي الناس اللي هم بيطلبوه بس، ولكن كان يديهم الاحتياج بتاعهم. يا ما عمل مشاريع لشباب صغير، ويا ما عمل مشاريع جوه الكنيسة علشان يشغل فيها أسر كتيرة. كان يحب يشغل الناس، كان دايما يقول لك بدل ما ندي الناس سمكة نديهم صنارة، نعلمهم صنعة. في ايامه كانت الكنيسة اللي انتوا قاعدين فيها دي مش موجودة، كان بعد ظهور العذراء كان ده جراج، وكان عندنا في كنيستنا كنيسة الزهور وكنيسة صغيرة زيها في الفيلا اللي كانت مكان الجراج. كان مبنى الادارة دخلوا عملوه كنيسة صغيرة، فكان كل اللي موجود يعني لو جمعنا كنيستين ما يكفوش 200 واحد يصلوا فيها كل جمعه ولا حد. في الايام اللي هو خدم فيها وتحت رعايه البابا شنوده اتبنت الكاتدرائيه الكبيره ديت، ونشكر الله. يعني مش عارف كل الناس ديت اللي انتوا قاعدين النهارده كنتوا هتصلوا فين؟ تخيلوا لو دخلنا في كنيسه الزهور وقعدنا فيها اول صفين ثلاثه كانوا يملوا الكنيسه والباقي ما يلاقيش مكان. اتعملت مشروعات كتيرة للكنيسة، واتعرفت كنيسة العذراء في ايامه انها محبة للعطاء، محبة للكنائس الاخرى في كل الجمهورية، ومحبة لاخوة الرب في كل مكان. وابتدى فكر العطاء ينتشر في كل الكنائس، لدرجة بعد نياحته البابا شنودة اكتشف ازاي العمل الكبير ده اللي ابتدى في كنيسة العذراء يتوقف، فاحتضن لجنة البر وابتدى يعملها بنفسه كل يوم خميس، وابتدى يدي الفقراء
بمنهج أبونا بطرس وبروح عطاء أكثر وأكثر حسب نعمة الله المعطاء للبابا شنودة، وابتدى يكلم الكنايس ان هما لازم يكون فيهم الجندر. والعجيب ان قداسة البابا تودروس اول حاجة عملها لما جه في حبريته للكنيسة انه جمع كل لجان البر في الكنايس الكبرى ووحدها في لجنة واحدة كبيرة بروح واحدة تحت رعايته هو شخصيا. فنجد ان البذرة الحلوة اللي اتحطت في الكنيسة في العطاء والاهتمام بالفقراء ربنا ما سبهاش تتوقف ابدا، ولكن استمرت حتى بعد نياحة ابونا بطرس وحتى بعد نياحة قداسة البابا شنودة، ومستمر النهاردة برعاية البابا تودروس. زي ما بيقول المزمور: فرق اعطى الفقراء بره يبقى الى الابد. ودي اللي احنا كاتبينها على المزار بتاعه في الكنيسة تحت الآية دي، لأنها أكتر آية تناسب حياة العطاء اللي كان يتميز أبوها أبونا بطرس جاي. كان محب لكل الناس. لم نجد في حياته ولا بعد حياته إنسان قال إن أنا زعلت مع أبونا بطرس في يوم من الأيام أو اختلفت معه. كان يعرف يحول الساخطين والبعداء وحتى لو أعداء إلى أحباء وأصدقاء. وكان يقابل الناس بترحاب لدرجة كل إنسان يشعر أنه هو صديق صدوق وابن محبوب ليه جدا. وفي فترة مرضه الأخيرة قبل ما يتنيح كان يجوا ناس كتيرة يحاولوا يزوروا، فنقول لهم معلش تعبان، يقولوا لنا إيه؟ قولوا له بس فلان، اصل انا لي علاقه بيه من دون الشعب كله، قولوا له بس فلان يقول لكم تعال. ونسمع من كل واحد ان هو عارف ان فلان المقرب جدا والمحبوب جدا لابونا. وفعلا كان يتعامل كاب مع كل الناس، كان محب جدا. الى جانب محبته كانت حكمته. هو في مظهره كان انسان بسيط وطيب، واللي يشوفه يرجله يجده ان رجل ايه بسيط خالص، انما في اي موقف يحتاج الى قرار كانت الحكمة المدفونة فيه تظهر، تحل مشاكل وتقرب بين الناس وتفرح الناس. وانا في مرة كنت قاعد مع احد الاباء المطرنة كان بيحكي عن ذكرياته وانا ابونا بطرس قال تتقابل معاه في محبته ولطفه وهدوءه عندما يفتح فتظهر الحكمة المملوءة نعمة المرسلة من الله. كان بيشتغل في كذا مكان، يشتغل مع الفقراء ويشتغل مع الأغنياء، يشتغل في التعليم، يشتغل في الرعاية، يشتغل في الافتقاد. كان لما اي حد يقول له زرني يا ابونا لازم يزور، ولما كان يزور ما كانش يزور بس في مربع زيتون كنيسته، لا ده يزور اي حد في اي مكان قال له عليه، في شبرا في الجيزة في اي حتة اللي يقول له تعالى زرني يزورني لازم يزور. زي ما كان اي كنيسة تقول له تعالى اوعظ كان يروح يوعظ. نهضة العذراء كان كل يوم عنده كنيستين في وقت واحد، يوعظ في أول العشاء في كنيسة وفي آخر العشاء في الكنيسة التانية. قبل ما يمرض مرضه الأخير كان جاله دور كده جلطة وكان المشي صعب، فكان يجي الكنيسة واتنين شمامسة ماسكينه تحت باطه عشان يتسند عليهم. بعد نياحته احد الاسر في الزيتون تحكي لي تقول لي ابونا زارنا في البيت وكان اتنين شمامسة ماسكينه من تحت باطه. ازاي زاركم ده انتوا في الدور السابع وما عندكمش اسانسير؟ ايوه يا ابونا طلع السلم. كان عنده مشكلة في المشي بسبب الجلطة اللي جات له وكان بيتسند على شمامسة، ولما حد قال له تعالى لي يا ابونا في الدور السابع طلع. كان أستاذ في الكلية كليريكية وكان أستاذ في المعهد الكتاب المقدس إنذاك.
وكان عضو في المجلس الكليريكي، وكان حنونا على المخطئين، وكان يعرف بحنانه يرد الخاطئين إلى التوبة، وكان في كل مكان لي عمل، وكان لي في كل قلب من الشعب مكان ومكانة. هو أحب الكنيسة وخدمها بقلبه جامد، وحتى الآن في خدمات كثيرة في الكنيسة هو أسسها لا زالت مستمرة. بركة صلواته تكون معانا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. اسمي إليس وبنت فاي إهو بأوي بأوي كطاب فران من راتي انت بي خريستوس عارف ريس بي فينا كوس ماري اسما فين بن صوتير انت فكان او فيناني طبيب بشوي سريع.